نجحت في ملف كورونا بامتياز، وإذا أتشرف بشيء أتشرف بالطريقة التي أدارت بها هذه الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك وبإشراف من سمو ولي العهد على ملف كورونا. نحن كلفت أنا بشرف تشكيل هذه الحكومة في 17/2020. نعم. نحن تمكنا من مضاعفة الطاقة الاستيعابية فيما يتعلق بمرضى كورونا بنسبة 350% خلال 4 أسابيع. نعم. وبحمد الله سبحانه وتعالى هذا مكننا بأن نستجيب إلى كل الحالات التي تطلبت إدخال المستشفيات. قبل ذلك استشرف جلالة الملك مبكرا في عهد الحكومة السابقة الضرورة بأن نأتي بأجهزة التنفس الصناعي، فاستجلبنا أجهزة التنفس الصناعي وصل عددها إلى حوالي 1000، أنقذت الكثير من الأرواح في المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة والغالية. استطعنا أن نستجلب 17.5 مليون مطعوم، طعمنا أكثر من 4.5 مليون أردني بجرعتين وحوالي 700,000 أردني. يعني دكتور هذا مش سوري هذا مش عفوا كلها هذا لا يحسب إنجاز. كيف لا يحسب إنجاز؟ أنا بقول هذا أي دولة في العالم جابت مطاعيم، يعني بقصد إنه الإنجاز، هل قدرتوا مثلا الوضع السياحي تدمر بسبب الأرقام التي كانت يوميا تنشر، الوضع الاقتصادي تدمر بسبب لا يعني الموضوع الوبائي أثر على الحياة. أنت وين أثر الحياة؟ أثر على الموضوع السياحي، على الموضوع في الأردن. في الأردن فقط؟ بس التعامل بقية الدول قطاع كيف كان تعامل بقية الدول؟ يعني حتى الدول المجاورة لنا فيما يتعلق بسياسات الإغلاقات كيف كان تعامل بقية الدول؟ أنا زرت دول شقيقة وصديقة ومجاورة، وكان تعاملها فيما يتعلق بالإغلاقات للقطاعات أكثر صرامة بكثير من تعاملنا إحنا مع إغلاق القطاعات. لجأت بعض الدول في قرارات أنا بعتبرها في آنذاك كانت قرارات مسؤولة إلى للغاية، لتعطيل بعض أنماط العبادات في دور عبادة أساسية بسبب تداعيات جائحة كورونا. في دول بقيت يعني زي مصر والإمارات ولأشهر طويلة، الإمارات العربية المتحدة فيها صرامة شديدة جدا فيما يتعلق بهذه الإجراءات، وأنا متأكد أنك أنت شفتها وأنا شفتها فيما يتعلق بإغلاق القطاعات وفيما يتعلق بالرقابة على التوجيه. أنت عنيد دكتور زي ما بيقولوا بوزرائك؟ إطلاقاً، أنا أكثر شخص يستمع إلى الرأي والرأي الآخر. طب ليش بيحكوا إنك دكتاتور في إدارتك، حتى لإدارة، يعني أنا آسف يعني بقصد إنه هناك حالة عناد هناك حتى في بداية عهدك، وأنا بحكي بالحب اللي أنت بتعرفه وبالنقد اللي بتعرفه، إنه حتى في إدارة جلسة ممنوع الموبايلات مثلاً، تفاصيل هيك. شوف وسألتك سؤال، أنت عنيد؟ هذه الإجابة. شوف بدي أول مرة أكمل جواب على السؤال الأول أرجوك، لأنك أنت فنان في الانتقال دون أن نكمل الفكرة. لا ما فكنت قد سألتني عن النجاح في كورونا. لا بالقطع نجحنا في يعني كورونا، يعني أنت ذكرت نجاح عشان كان نجحنا نجاح نفخر به، ونجاح باهر في إدارة ملف كورونا. أوكي. وقطعا بفعل متابعات جلالة الملك، وأنا أشرت على موضوع الفنتيليترز بشكل مبكر، ثم توسيع الطاقة الاستيعابية، ثم الانتقال بأساليب الشفتات التدريبية والشفتات التمريضية والطبية، باستخدام بليلة واحدة. أنا استخدمت بوزارة الصحة، أمرت باستخدام بليلة واحدة 2500 طبيب، تنعكس إنفاق بالخزينة العامة مستمر سنوي الآن على فاتورة الرواتب 24 مليون دينار لكي نستجيب لتداعيات واحتياجات هذه الجائحة. باشرنا إذن هناك إنجاز طبي، باشرنا ببرنامج تطعيم طبي أشرف عليه بالتفصيل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كان متميزا للغاية وما يزال يعمل بكفاءة ومتميز للغاية وينجز في دقائق. الفحوصات اليومية التي كنا ننجزها، الإدخالات، النسب، القطاعات، أصابنا ما أصاب كل دول العالم. تدخلاتنا فيما يتعلق بمساندة ومساعدة القطاعات هي في حدود إمكانياتنا المالية التي تسمح بها هذه الإمكانيات. مفهوم. يعني أنا مضطر إنه بس أنتقل لمحور آخر. ولأعود لأعود لأنت عنيد ولا مش عنيد بإجابة نعم أو لا بطريقة. لأعود ب يعني الإجابة. لا أنت حكيت في الصورة النمطية العامة. حكيت في شقين يا دكتور. حول بش الخصاون رئيس الوزراء. حكيت في شقين. نعم. أنا عنيد فيما يتعلق عندما أكون مؤمن بأن هناك أمر محق وأمر مقنع. أصبح عنيد بالحق وليس نعم. عنيد فيما يتعلق بالعنت والتعنت نعم. بالعكس أنا نعم. أستمع وأحب أن أستمع إلى الكثير من الآراء. أنا بالمقابل من أشد أنصار فكرة الإدارة الحصيفة للوقت، فعندما تستكمل أنت نقاش عملي لا يستدعي أكثر من
من الوقت الذي يجب أن يستدعي. أنا حازم بفكرة أن تتخذ قرار بدل من أن تستمر بأن تجتر الكلام تباعا بأكثر مما يجب لمدة 7 أو 8 ساعات. أنا لا أسمح بالموبايلات وأصر على أن يرتدي الوزراء الربطات في مجلس الوزراء بالقطع، لأنه مجلس الوزراء هو عبارة عن منتدى يناقش كافة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، ومنوط به هذه المسؤولية الكبرى كأعلى جهة مرجعية تتخذ القرار في الدولة الأردنية. وليس من اللائق أن تجلس وأن تأتي رسائل على الواتساب وترن هواتف موبايل وأن نكون نتجالس وكنا قاعدين على قهوة آخر النهار. هذا تقديري، هذه رؤيتي لما يجب أن يكون عليه مجلس الوزراء.